كلمتان مع زكي حسنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل واحد مننا أكيد في بيته أحد يلعب بالألعاب الإلكترونية، وهي سلاح ذو حدين، له سلبيات وإيجابيات. ومعروف إنه هذه الألعاب لها تصنيفات كثيرة ومو كلها مناسبة لمجتمعنا وأخلاقنا. عشان كده أطلقت مؤسسة مسك الخيرية عبر مبادرة مسك القيم المنصة الأولى من نوعها في مجال ألعاب الفيديو، وهي منصة قيم اللي تقوم بتقييم وتصنيف الألعاب وفق للفئات العمرية المناسبة، وتحصر المخالفات السلوكية فيها بالتعاون مع مختصين تربويين ونفسيين عشان يستفيدوا منها الآباء في توجيه أبنائهم، ويساعدوا الجهات المسؤولة في الرقابة عليها. غير كده لا تنسوا كمان إنه حتى لو كانت الألعاب نظيفة ترى إدمان الألعاب قدام الجهاز يضيع الوقت ويتعب النظر ويكسر الظهر. التوازن خير الأمور. وهذه كانت كلمتين مع أخوكم زكي حسنين. كنتم مع كلمتين مع زكي حسنين.